يقول السائل: أبي متوفى وقد سبق له أن حج بالإفراد، فهل لي أن أعتمر عليه بعد أن اعتمرت عن نفسي؟ نعم، إذا كان ما اعتمر ولا نوى ولا تمتع بالعمرة إلى الحج ولا قرن بين العمرة والحج، وإنما أحرم مفرداً فقط، مفرداً للحج ولم يسبق أن اعتمر، فإنك تعتمر عنه، لأن العمرة واجبة مرة في العمر مثل الحج. نعم.